بحكم مشغولة في الوليدات في الدار في التربية اتسيتيرا اتسيتيرا، قررت أنني بعد الضغوطات اللي كان نعاني منها في البيت أنني نجي لهذا المركز هذا اللي في الحقيقة أعطاني بزاف تاع لي زاتو، وأنا فرحانة أنني جيت ليه رغم أنه عندنا غير فرصة واحدة في الأسبوع كنشاركو، كنتسناوها بواحد فارغ الصبر، لأننا أولا سي واحد لما حنايا النساء هذه سي تان بوان زوين، ثانيا أننا كنفجروا واحد الطاقة اللي هي كتمشي سلبية وكترجع لينا اون غوتور واحد لينيرجي بوزيتيف، كنخرجوا فرحانين، كنخرجوا اون ديجاجي كل هذاك الجهد ديالنا، غنينا ضحكنا واسينا بعضياتنا حنا لي فام، دوينا في بزاف تاع المواضيع اللي كتخصنا حنا الامهات، شي عطانا نصيحه لشي. يعني بالنسبه ليا انايا هذا المركز هذا انا كنشكر الناس اللي بادلين واحد المجهود باش ينجحوا هذا المشروع اللي هو انساني قبل ما يكون حاجه اخرى.